معانا النهارده فارسة الجودة، صاحبة السعادة، النجمة إسعاد يونس. برحب بيكي في برنامج عسل أبيض على قناة تاني. معانا صاحبتي وحبيبتي حنان مفيد فوزي، بنت العظيم مفيد فوزي، مربياها من وهي قد الكستبان. اتفضل. كستبان. انا اتفضحت على فكره في القناه. انا برحب بيكي النهارده في المهرجان. قولي لي ايه رايك في مشاركتك في المهرجان، مهرجان التذوق الدولي لاول مره يقام في مصر؟ فكره عجباني جدا الحقيقه، لانها وانا جاي عمال اقول يا ربي الاكل برضو حاجة نعمة من عند ربنا بيديها لنا، بدليل ان احنا كل الثقافات بتاعتنا، كل ثقافات الارض يعني، قبل ما بتاكل بتقعد تشكر ربنا على النعمة، وبتمارس طقس عائلي وطقس جميل كده. فلما تجمعي بقى الشعوب بمختلف يعني طعمها وثقافاتها وعلاقاتها بكويزيناتها، شيء جديد. الفكرة عجباني جدا. قولي لي انت جربتي اي اطباق اتقدمت هنا؟ لا طبعا مجربه بره، ودايما بيحصل فرق بين الكويزين لما تاكليه في بلد وتاكليه بره. ده فعلا اللي كاتب اسامه هيكل قال لنا كده، انه بيحاولوا انهم يقربوا لنا الطعم شويه يعني. بس هي دايما الانجريدينتس هي اللي بتفرق من بلد للتانيه، المكونات بتاعه الاكله يعني. فيعني احنا مثلا ما يعرفوش يعملوا اكلنا بره. لا طبعا استحاله. الكشري ممكن؟ لا سمنتنا ولا خلنا ولا ليموننا ولا طحينتنا، فحاجات كتيرة من المكونات مش موجودة عندهم خالص بره. لو ما كناش بنصدرها فيش تاكلي أكلة مصري بره. صح. وما فيش بلد في العالم عارفة تعمل الرغيف البلدي. طيب انا شايفه انه في حلقات حضرتك جبتي كذا حد له باع طويل في الاكل، زي اللي عمل فته واللي عمل كشري واللي عمل فول، والحلقات دي عملت رواج كبير جدا. تفتكري ليه الناس حست ايه من الحلقات؟ اولا الفه فظيعه، الاكل بهجه حد ذاته، حتى لو بتلتي بقسماطه في كوبايه شاي بهجه يعني، لذيذه حاجه ربنا مديها لنا نعمه. التنوع الاكلات لذيذ، الناس بتحب اصلك انت ثلاث مرات في اليوم بتتعاملي مع غريزه الاكل، الشبع والجوع، فما هياش علاقه اسبوعيه ولا هي يوميه، ثلاث مرات، فما كنتش هتبقي لطيفه ثلاث مرات في مشاكل. لا وبعدين هي مش مجرد طبق، ده هي تفاصيل وطقوس ولمة، وعاملة العاملة ازاي، ونفس الست في مش عارف ايه، ولما الولاد يقفوا يعملوا السلطة ايه، في حالة اجتماعية، في طقس عائلي، في وبالتالي يوسع بقى الدايرة، توسع نقعد ناكل في العيلة. وبعدين في البرنامج تحس بقى الناس كلهم عيلة، كلنا. انت جماعتي في برنامجك العيله مره تانية، هل العيله دي لسه موجوده؟ يعني انا شايفه ان كل افراد الاسره بقت تتجمع تاني وتتفرج على برنامج، لمتيهم مش بس على سفره وعلى برنامج. الحمد لله، اللهم لك الحمد، ده كان هدفي من الاول حقيقه. مبروك على الجائزه ونورتينا، ما تصوريش انا مبسوطه ازاي انك انت منورانا في البرنامج.